احنا نتمنى يتم صرف هاي المبالغ على مشاريع تخدم المدينة، مشاريع استراتيجية. عندك هسه إذا تروح على تفوت داخل تتجول داخل شوارع مدينة الموصل راح تشوف زخم، زخم بعدد السيارات، زخم سكاني. نتمنى أنه يتم استغلال هاي المبالغ بتوسعة المدينة، بشوارع حولية اللي تخدم المدينة. هسه تجي تم تصنيف محافظة نينوى أنه أكبر نسبة بها شباب عاطلين عن العمل. الشباب تروح هسه تلاقيهم بالمحافظات الجنوبية ويوم محافظات الشمال يشتغلون عمالة. ليش؟ لأن ماكو مشاريع خدمية داخل المدينة. الشيء المحزن إنه تشوف الفلوس اللي تصل المدينة شلون كعكة، ويريدون يعني بس يأكلون من عجه ويعفونا الفضائل. يعني يجيبوننا على مشروع يصرفون كل هاي المبالغ اللي تبقى، هم يتقاسمون النسبة وتناسب ويأخذ النسبة من هذا المشروع، وين تصفى شيء بسيط يزتونه على مشروع ويشوف بعد فترة يطلع الفساد بهذا المشروع. احنا هنا بمحافظة نينوى ومدينة الموصل تحديدا تجي تشوف ما يعني كشعب الموصل ما نعرف إلا مشينا شو لافتة موجودة تم إحالة المشروع الفلاني للشركة الفلانية، ما يتم إعلان عن المشاريع وتجي الشركات تقدم على هاي المشاريع. تصير من جوا العباية والجهات متنفذة ومسيطرة ولها النسب وتشوف المشروع تم إحالته وصار بكمية فساد. زين أنتم ما فكرتوا أنه هاي الشركة عندما انطيتوه هذا المشروع هي هاي الشركة نفسها عندها مشاريع سابقة وعبرت المدة الزمنية مالها مال إنجاز المشروع سنة وسنتين وأنتم ساكتين. زين أنتم هل الشعب غشمة؟ يعني هذا أكبر دليل على أنه أنتم مشاركين بالفساد. ليش؟ لأن هذا المشروع عبرت المدة الزمنية ماله، عبرت المدة الزمنية مو بشهر وشهرين وثلاثة أشهر، عبرت بسنة. زين وانتم ساكتين، يعني هذا انتم ساكتين على الفساد، ليش ما تحاسبونهم؟ يعني ترى اكو غرامات تشكل على هاي الشركه قد ما يتم انتهاء المده الزمنيه، تشكل غرامات انه انت كذا وتعطيل، تعطيل الحركه، لكن ماكو هذا الشيء، فهذا دليل على انه انتم مشاركين يا ادارتنا، مع احترامي للنزيهين. شيء اخر، المشروع من يتم احالته هل تكون اكو متابعه عليه؟ يعني لازم تكون متابعة من إدارة محافظة نينوى، لجان تتشكل على هذا المشروع وتجي كل فترة تتابع وتشوف وتشاهد والمبالغ اللي انصرفت. زين أنتوا وصلت هاي المرحلة وأنتوا راح ينتهي المشروع، راح ينتهي المدة الزمنية، ليش إلى حد الآن واصلين كذا نسبة؟ وتم احنا نتمنى انه يصير التبرير عبر قنوات الفضائية وخاصة انه قناة الموصلية انه متابعينها كل محافظتنا ومتابعين قناة الموصلية. خلوا يعلنون عن طريق قناة الموصلية، يابا يطلعون يبررون، يطلعون يقولون يابا ليش تأخر المشروع؟ زين يطلعون يحجون إدارة محافظة نينوى، يابا انتوا المشروع ذاك اللي انطيتوه ترى عبر المدة الزمنية ماله سنة وانتوا انطيتوهم مشروع الله. هاي الشركة ليش جاية؟ هل اكو ضغوطات عليكم؟ اطلع قولوا يابا ترى اكو ضغوطات علينا، ترى احنا محاربين، ترى جهة فرضتها علينا، هيك حتى الشعب يعرف وانتم تطلعون من خطأ المدينة. احنا بمحافظة نينوى عندنا معامل اسمنت احالوها للمستثمرين، انهوا المعامل. انت شوف اذا تروح تتابع معامل الاسمنت تم اعاده تاهيلها بالكامل، بعد ما تم اعاده تاهيلها بالكامل انطوها للمستثمرين. يعني شيء ما من الممكن ولا من المعقول المستثمر تنطيه قطعه ارض ويستثمر بها، احنا بالعكس ينطونه معمل كامل، المستثمر يجي ينهي يسوي هيكل، مجرد هيكل. هسه تروح تشوف المعامل اللي تم احالتها للمستثمرين، تشوف المعامل انتهت. ايش قد عندنا هسه عندك معامل اسمنت اللي هي معامل اسمنت بادوش صار لهم اكثر من سنه قاعدين بدون رواتب، وايش قد ينطون راتب 100,000. يعني هسه عندك واحد من المعامل باكثر من 300 عامل قاعد، عندك معمل سمنت حمام العلي كذلك اكثر من 500 عامل، عندك معمل سمنت سنجار كذلك. هذه انا اضرب لك مثل على المعامل الاسمنت، لكن انت تجي عندك غير مصانع بمحافظه نينوى، عندك غير مصانع، معمل الالبسه، معمل السكر، معمل الادويه، عندك المنشات الحيويه كلها متروكه مهيكليها والشباب دا يشتغلون عمال مال بلديه بالمحافظات اللي بالشمال. النواب ما جاي نشوف انهم يطالبون بمشاريع حيويه. تشوف يمكن هسه اذا تراجع التقارير السابقه تشوف بعض النواب طلع وهوس على مشاريع ومصانع ومعامل، لكن تشوفوا بعد كم يوم سكت وهي السكته.
فإذا هذا يدل على شنو؟ يدل على أنه أنت جاي هذا المستثمر سكتك وسكتت، يعني هذا أكبر دليل أنه أنت ما جاء على مصلحة المدينة. أنت عندما تستلم قضية، عندما تتبنى قضية، أنت ظل تتابعها للأخير وتنطينا النتائج مال متابعتك لها وين وصلت بها. أنت مو وصلت مرحلة وطشيت إعلاميا وجو سكتوك يا بس اسكت شو تريد ننطيك، وانطوك من جو العباية وسكتت وما ونامت الشغلة. لا، ترى الشعب كله عرف أنه أنت استلمت وسكتت، لأن أنت لو جد بعملك وجد بمطالبتك للمدينة كان طلعت بالإعلام قلت يا با أنا وصلت إلى هاي المرحلة وهاي النتائج اللي حصلناها.